لينا تامر قاعدين نتعداو اللايف كان يكتب ربي سير ابو محمد لو لايف ا كومونسي تاكل مرحبا بينا الكل لايف تبع فيسبوك معنا لينا مرحبا بك لينا من مصر نتصور حاليا في مصر نعم من موقع مدى مصر عتمة ثمر من نواك من تونس اهلا بك محمد ونرجس ترشاني من غوزة لوكسمبورغ نشوفك ونحييوك نرجس وشكرا على لمينا وعلى إتاحة الفرصة نستناو فقط بعض الدقائق باش تلتحق بنا نهدى شهاب زميلتنا من لبنان من السفير العربي ان شاء الله رمضانكم مبروك الكل ومرحبا بكم في هالحوار اللي باش يطرق الموضوع الميديا فيرسس الكوفيد الاعلام فيرسس الكوفيد وما نعرفش كنا في لوكسمبورغ نهار قبل نهار اليوم العالمي قريه الصحافه اذا كان هذا كان سهر كان صدفه ولا لا بون توكا جاي في وقت درتو قبل ما نبدا نحن كيف الأخبار لنا؟ كيف الأجواء في مصر؟ ماشي الحال يعني إحنا لغاية اللحظة دي يعني الوضع مش ما نقدرش نقول عليه حرج جدا بالنسبة يعني لعدد الإصابات وهكذا بس طبعا ده ما يمنعش إنها قصة يعني حتمت علينا إن إحنا يعني نغير كتير في طريقة شغلنا وإن إحنا ندي كتير من انتباهنا وموارد عملنا يعني نخصصها للتركيز على تغطية الوباء وكده بس لغاية دلوقتي الوضع يعني ما نقدرش نقول عليه زي ما قلت قبل كده حرج بالنسبة لعدد الإصابات وهكذا في مصر. شكرا وانت المتصور العمل الشغل من منزل يعني احنا دلوقتي بقالنا شهر تقريبا يعني عاملين اغلاق للمكتب بس ده باختيارنا احنا عندنا يعني الدوله ما فرضتش عدد كبير من الاجراءات الاحتياطيه يعني الا كوفر فو او منع تجول بيبدا مساء من 9 مساء لغايه 6 صباحا وبس تقليص بسيط للعاملين في الجهاز الاداري بس ما فيش فرض على المكاتب انها تقفل بالذات او حاجه زي كده طبعا الاماكن التجمع زي المسارح والسينما والحاجات دي كلها اتقفلت ولكن ما فيش يعني تقفيل او حاله اغلاق اكتر من كده في اللحظه دي يعني او لغايه دلوقتي يعني محمد عامل ميوت انت مش عاملين نسمعك سامحوني تامر جد حتى ميوت خلي ما نقلقكمش وما نقلقش المتابعين اللي تابعوا فينا بالاصوات غير مرغوب فيها تامر كيفاش عايش الحجر الصحي في تونس وين موجود بالضبط في العاصمه انا في العاصمه في باب الخضراء مانيش بعيد على بيرونا اللي هو في بلاس جان دارك نخدموا على ديستانس ساعات نعملوا دي ديبلاسمون للبيرو خفاف بوغ لا بوست برود خاصة ولا الامور إدارية وكاو سينو احنا معناها بدينا الحقيقة في الكونفينمون قبل 3 ايام ملي يبدا معناها من سن الحظر الصحي الشكل في تونس دينا 3 أيام وقتها تزامنا مع قرار حظر التجول بداية من الساعة 6 وتأقلمنا على طريقتنا مع الوضع هذا. ونعرفش إذا كان عندك أخبار نهلة نرجس إذا كان سنة من أخير
سامة جديد؟ اوكي ممكن نجد ما يشتفع فيه. بس خلينا ندخلوا في صلب الموضوع هنا قبل ما ندخلوا في كنت السؤال الاول بتاعي في التوتر كنا حاضروا في الندوه انه نرجع كان ثم تساؤل هالتساؤل هدايا كان على تسميه الندوه يعني يسكبش نحسوا على الندوه بحد ذاتها ك اعلام مستقل اعلام جديد اعلام جمعياتي او اخر ف قلنا انه نجلس انه خلينا نقعد في اعلام عموما على خاطر ما نشترطوا فقط للتغطيه نتاع وسائل الاعلام يعني اللي احنا نمثلوها بل زيد الاعلام المتاح للمواطنين نتاع المنطقه ونتاع بلدنا. فسؤالي الاول قبل ما نحكيو عن وسائل الاعلام اللي احنا نمثلوها كيفاش كان شنو تقييمكم لتغطيه جائحه كورونا في بلدانكم؟ فقط باش نستسمحكم مع خاطر نسيت باش نقدم روحي ما نعرفش اسمي ولا لقبي قعدنا في وسط المنطقه الضبابيه شويه. انا محمد حديد ومشرف برشا اللي يكون معكم رئيس تحرير بر الحمام هو موقع اعلامي تونسي وفضاء للتفكير نقيم فيه السياسات العموميه. بر الامان موجود على بضعه سنين ومن اكثر المواضيع اللي تدخلهم هي الديمقراطيه المحليه الاقتصاد بالأخص العلاقات التجارية ما بين تونس والبلدان المتقدمة والبلدان في طور التقدم مواضيع الصحة الماء والفلاحة ونخليكم نحط لكم الرابط كيف نشقوا الروابط نتاع وسائل الإعلام نتاع مدى مصر النبات والسفير العربي اللي ما يعرفوهمش باش تنجموا تزيدوا تكتشفوهم. دونك خلينا نرجعوا للسؤال كيفاش تقيم التغطية نتاع وسائل الإعلام المصرية لجائحة الكوفيد؟ يعني طبعا المهم ان احنا نبدا بوصف شويه لحاله المساحه الاعلاميه في مصر عامله ازاي دلوقتي. وهو يعني معظم المواقع الاعلاميه سواء كانت مواقع تلفزيونيه مواقع بث تلفزيوني او جرائد او مواقع الكترونيه معظمها يعني بتتبع بشكل او بتخدم يعني خطاب الدوله بشكل او باخر. وده كان معناه يعني انه ده كان ليه تجليات طبعا في التغطيه. ولكن احنا في كل الاحوال من بدايه الازمه كان في استراتيجيه تواصل من وزاره الصحه اللي هي الجهة الأساسية المعنية بإدارة الموقف بشكل أساسي. كان في استراتيجية تواصل هي اللي بتحكم المعلومات وهي اللي بتحكم التغطية اللي موجودة في الوسائل الإعلامية المختلفة دي. واللي بنشوفه أنه في معظم الأحوال الوسائل الإعلامية المختلفة يعني بتخدم هذا الخطاب وبتخدم يعني بتعيد إنتاج اللي بتقوله الوزارة اللي هو في الحقيقة ما فيها يعني لغاية دلوقتي ما فيهوش مشكلة كبيرة. من يعني دايما طبعا ممكن يبقى في نقد على طبيعة الأرقام اللي بيدوها لنا طبيعة الستاتستيك اللي بيدوها لنا، ولكن في المجمل في تواصل والإعلام الموجود هو في الحقيقة بيعيد إنتاج ده يعني. ولكن الحاجة المهم إن احنا نقولها إنه الوباء هو بيمثل فرصة غير مسبوقة للصحافة إنها تضوي على حاجات مختلفة، تضوي على فكرة مثلاً التهميش في المجتمع بما إنه الفئات المهمشة هي الأكثر تعرضاً للآثار السلبية سواء للوباء بشكل مباشر أو يعني بشكل مباشر بمعنى الخدمة الصحية المرتبطة به وعدم قدرة الخدمات الصحية على تغطية جميع الفئات من ناحية، بس كمان الأثر غير المباشر له علاقة بالنشاط الاقتصادي اللي بيتأثر بالسالب بسبب قرارات الإغلاق أو أتليست يعني أو على الأقل يعني تقليص ساعات العمل وهكذا. فهي في فرصة غير مسبوقة إن إحنا نروح للمجتمعات دي ونعمل عليهم معاهم قصص تقدر تفهمنا فعلا المجتمع ده في مين ومين ومين. ومع الأسف يعني ما نقدرش نقول إنه الإعلام أو الساحة الإعلامية في مصر بتعمل ده قوي.
مع الأسف. يعني في فقط كده انغماس في إن إحنا بنقول هي الدولة بتعمل إيه وإيه الإجراءات اللي بتعملها حكومة، ففي تخديم للإجراءات الحكومية، ولكن تنقصنا القصص اللي تقدر تقول لنا إزاي فئات مختلفة من المجتمع بتعيش الأزمة دي. الأزمة دي برضو بالنسبة لنا بتمثل فرصة برضو غير مسبوقة، لأن إحنا نسائل الأنظمة المختلفة اللي بتحكمنا، سواء الأنظمة المحلية أو الأنظمة الدولية اللي إحنا بطبيعة الحال مندمجين معاها بشكل أو بآخر. ففي لحظة إعادة تخيل أو فرصة لإعادة تخيل هذه الأنظمة ومساءلتها ومساءلة مشاكلها وهكذا، ولكن السؤال هو، ويعني وفي رأيي إن الصحافة عندها دور محوري إنها تشتبك مع هذه الأسئلة، ولكن برضو دي حاجة ما بنلاقيهاش قوي في التغطية المحلية للوباء، ما بنلاقيش مساحة مفتوحة لطرح هذه الأسئلة، أو يعني فتح باب الخيال طيب بعد ما الأزمة دي تحصل، الأزمة الأكبر اللي بنواجهها بالفعل هي أزمة اقتصادية اجتماعية عميقة، إزاي هنتعامل معاها؟ مفيش مساحات قوي لطرح الأسئلة دي أو لفتح باب الخيال للأسئلة دي. فدي يعني في رأيي يعني الحاجات الغايبة عن التغطية الموجودة حالياً، اللي هي يعني بطبيعة الحال امتداد لحالة الإعلام في بلادنا، يعني اللي هي يعني ينقصها الخيال، تنقصها القصة أصلاً، ينقصها يعني ما يتجاوز خدمة خطاب الدولة في الحقيقة يعني. وإذا كان هذا بجزء من التقديم لمدى مصر في الميشن ستيتمنت بتاعكم هو لإتعاب المرتاحين وإرتاح المتعبين، لقيتها عبارة جميلة جدا. تامر. وي محمد. ايش قولك في تخطيط الإعلام التونسي للكورونا في هالشهر ونص اللي تعداو؟ شنو هي تقييمك أنت كزميل وك رئيس تحرير في نواد؟ والله في الحقيقة معناها هو تخطيط الإعلام التونسي لوباء كورونا ما كانتش عندها خصوصيات في علاقة بوباء كورونا، يعني هيمنة البرامج الترفيهية السطحية على مشهد الإعلامي الخاص تواصلت نوعا ما في مقابل حضور ضعيف جدا للمحتوى الإعلامي الإخباري. في نفس الوقت اكتفت تقريبا وسائل الإعلام العمومي بنقل ما ورد على لسان المصادر الحكومية اللي عنده مصداقيته الحقيقة، وهذه صعوبة بالنسبة لنا احنا مثلا في نواد كوسيلة إعلام مستقل، لأنه مدام المصادر الحكومية في أغلب الأحيان تعطي معطيات صحيحة، لذا موقعنا في الظرف هذا مشى أكثر مواقع التواصل الاجتماعي واللي نسميها الفيك نيوز والإشاعات وساعات معناها الترهات اللي تكون تتطرح في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي كنا بعثنا سيرفيس خدمة اللي هو خدمة فاكت تشيكينج اسمها نواد فاكت تشيك. المشروع خممنا فيه عنا مدة طويلة، وكنا بدرنا بتجربة في 2018 بالتعاون مع جريدة ليبراسيون الفرنسية في المرحلة هذيك بعملية فاكت تشيكينج دامت تقريبا أسبوعين تزامنا مع سياق الانتخابات البلدية، لكن هي تعلقت أكثر من الانتخابات البلدية بالسياق العام في تونس حتى في الفترة هذه. رجعنا للتجربة هذه، الحاجة يعني فرضت علينا أن نقوم بالخيار هذا بأن نرجع للفاكت
تشيكينج في نفس الوقت. كنا واصلنا، وهذا خط تحريري يحتموا علينا، على متابعة المسائل الجانبية، مثلا بعض انتهاكات حقوق الإنسان، مثلا تبعات الأزمة هذه على الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي. في نفس الوقت زاد نوعا ما من المرافقة المواطنية لما حدث من خلال توفير المعلومة على الكوفيد، لكن زاد تأثير توفير المعلومة من خلال الصورة. وهنا قمنا بمعناها برشا صور في شوارع تونس. توثيق السياق هذا مهم جدا. توثيق السياق هذا أيضا من منطلق يكون مختلف ويقدم بديل على الصورة اللي ينقلها الإعلام السائد. أيضا مراقبة العمل الحكومي، لأن رينا مثلا في علاقة بما عبر عليه بمسألة الأقنعة أو الجدل حول الأقنعة، اللي هي مسألة تضارب مصالح بين وزير الصناعة ونائب في البرلمان. أيضا كان هناك نوعا ما تجاهل لقيمة وأهمية السلطة المحلية في مواجهة الأزمة من طرف السلطة المركزية، رئاسة الحكومة بالتحديد. وهنا كنا تناولنا الموضوع هذا أيضا. موضوع أيضا كي نحكيه على الفئات الأكثر هشاشة، الفئات الاقتصادية الاجتماعية التونسية القادمة في تونس الأكثر هشاشة، لكن فما مسألة مهاجرين في جنوب الصحراء اللي مقيمين في تونس، والهشاشة اللي يعيشوها في المرحلة هذه، خاصة وأنهم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي يعرف صعوبات كبيرة حتى في السياق العادي. هذا عموما كان هذا توجهنا في المرحلة هذه، توفير الأخبار المواطنية، مواصلة الروبورتاجات والإعلام عن الفئات الهشة أو الفئات الهامشية. انت طرقت لهنا ثامر مشكور، طرقت للسؤال اللي كان باش يجي من بعد، اللي هو كيفاش وسائل الاعلام اللي احنا نشتغل فيها تتاقلم مع الواقع، مع الواقع بتاع الكوفيد. يعني في اخر المطاف احنا كوسائل اعلام مستقله، شنو هو الاضافه اللي نقدموها او الشيء المختلف المقابل المختلف؟ احنا دينا نحكي فيه الموضوع سواء طرقت ليه ولا كامل. لهنا نحب نزيد، ممكن نطرق لجانب اخر او خلينا نعمل كلوز اب على نقطه معينه، اللي هي الهامشيه بين قوسين، انه نسمع اصوات الاشخاص. صحيح الاحصائيات مهمه، ولكن ثم قصص واصوات وتجارب اللي ممكن بالتباعد الجسدي نسمعها أقل، ممكن رسمي اللي فقط يعني ممكن مطابق للأجندة اللي ما هيش فرصة الأجندة ممكن يتبعوا فيه. فكيفاش في اي لحظه جيتوا تشوفوا قلتوا اوكي، ازمه هذه ازمه فيها خصوصيات يلزمنا نعملوا لها، يعني في اي لحظه، وشنو هي كانت الدقيقه؟ احنا في حالتنا يعني كان في البدايه عندنا ارتباك، لانه اول مره يعني اول مره نتعامل مع ازمه بالشكل ده من النوع ده، ويعني وأزمة ليها خصوصيات محلية ولكنها في نفس الوقت أزمة كوكبية. فطبعا كان في لحظة ارتباك في الأول، ولكن يعني تلاها سريعا وضوح كده شوية، وأعتقد إن هو وضوح يعني مصدره هو الممارسة بتاعتنا على مدار السنوات اللي فاتت، إن إحنا عايزين نحاول نعمل 4 حاجات more or less. إن إحنا الحاجة الأولانية هي إن إحنا مش هنتخانق خناقة الأرقام الحقيقة في ظل السياقات اللي إحنا فيها. بمعنى إنه في دايماً علامات استفهام حوالين مش بس
يعني حقيقة الأرقام اللي بتتقدم لنا، بس كمان الأرقام التانية اللي ناقصة، أو الأرقام أو تفكيك الأرقام أوريدي اللي عندنا. يعني مثلا لو بنتكلم على إن إحنا عندنا بشكل يومي الوزارة بتدينا مشكورة معلومات عن أرقام الموتى مثلا، أنا شخصيا عندي مشكلة إنه مفيش تفكيك لمين الموتى دول، بمعنى هل هم فعلا من كبار السن وبالتالي احنا شبه الترند العالمي انه الفئات الاكثر عرضه للخطر، لخطر الموت تحديدا، او خطر الكومبليكاسيون او التعقيدات الصحيه، هي الفئه الاكبر سنا ولا لا. فالنتيجه بالنسبه لنا ان احنا مش هنحاول ان احنا نتخانق خناقه الارقام، لانها يعني مش هتوصلنا لحاجه قوي، بمعنى انه ما عندناش طريقه فعلا ان احنا نعرف كام حد بيتعمل له تيست، وبالتالي ما عندناش طريقه ان احنا فعلا نعرف حاجه عن الارقام. في المقابل ده يعني وضح لنا احتياجنا الشديد والمشف لان احنا في ظل ان احنا مش بنتخانق خناقه الارقام، ان احنا نحكي عن التجارب، يعني فكره التجربه في مقابل الرقم. وحتى يعني في فريق العمل يعني اتناقشنا في ده، يعني ويعني وكان عندنا كده الهام من حد زي والتر بنيامين اللي بيكلمنا في سياقات اخرى عن تجربه الاعلام كتجربه بتدينا معلومات كافة في مقابل إنها بتخلينا نخوض تجارب يعني. وبالتالي فكرة خوض التجارب وخوض تجارب ناس مختلفة يعني بتشتبك مع الحالة اللي احنا فيها بأشكال مختلفة كانت محورية جدا في تغطيتنا. ولما نتكلم عن تجارب بنتكلم على فئات مختلفة، يعني مثلا كان عندنا اهتمام كبير جدا من الأول إن احنا نتعامل مع الفرق الطبية ونحكي قصص مش بس دكاترة، لكن يعني جميع مقدمين الخدمة الصحية من ممرضين وممرضات ومسعفين وعمال نظافة، هم يعني زي ما بيقولوا هم الخط الأول في مواجهة الفيروس، ولكن بيشتغلوا في سياقات شديدة الصعوبة وما فيهاش أكتر أعلى مستويات مواجهة العدوى مثلا، وبالتالي في مخاطرة شديدة على حياتهم. ففي قصص كتير عملناها من النوع ده عن مقدمي الخدمة الصحية والتجارب اللي بيمروا فيها في ظل هذه الأزمة. ناهيك عن فكرة بقى التهميش، إن إحنا يعني ابتدينا كده نعمل قوائم بالمجموعات اللي مضطرة إنها تستمر في تقديم الخدمة، واستمرارها في تقديم الخدمة أو يعني استمرار في القيام بعملها، والاستمرار في القيام بعملها ده بيعملها عرضة للعدوى، زي مثلا جامعي القمامة، زي مثلا عمال الدليفري. طبعا في كل، ما اعرفش في تونس بس يعني في حتت مختلفه في العالم، عمال الدليفري او ما يسموا بالطيارين يعني هم في الحقيقه بقوا يعني الاليه الاساسيه لعمليه الشراء والبيع في اللحظه اللي احنا فيها للفئات الطبقه الوسطى والعليا. ففي قصص اتعملت بقى على المجموعات المختلفه دي، العمالة غير المنتظمة أو يعني العمالة التي لا تقتضي أجور بشكل دوري، عمال البناء، دي كلها قصص اتعملت بمنطق إن إحنا فعلا نأله فكرة التجربة كآلية أساسية في التوسط والكلام عن هذا الوباء في وقت مش هنعرف قوي غالبا يبقى عندنا صورة واضحة كده ولا كده على مسألة الأرقام. فده يعني ده يعني كان محور رئيسي في التغطية بتاعتنا على مدار الشهر والنص اللي فاتوا تقريبا من ساعة ما الأزمة ابتدت تتفاقم عندنا يعني. محمد ميوت ميوت عندك ميوت محمد ايه قفلت محمد.
بكرة فما باش أحس صول عصافر ولا الهليكوبتير اللي تعدى من بكري، ما حبيتش نقلق اللي تبعه فينا، نعتذر مرة أخرى. سمح لي أنا قلت لك ممكن إذا كان في سؤال بلدي، ولكن ثم في المنيو بتاع مدى مصر ثم يعني أونجلي فيه نافذة فيها كوفيد الكورونا اللي تم وضعها في أي لحظة قررت أنه جوستومون ترتقي التغطية بتاع الكوفيد إلى مستوى أنها تكون من المواضيع الكبرى الأخرى الموجودة على الموقع بتاعها. في اللحظة اللي الدولة ابتدت فيها تاخد إجراءات رسمية للإغلاق في الحقيقة، يعني ودي كانت لحظة كده واضحة إنه الدولة هي اللي وجهتنا، يعني اللحظة اللي قرروا إنهم يقفلوا فيها المدارس ويعملوا إغلاق لحركة الطيران، وهي اللحظة يعني لاحقة لحالات الحالات اللي يعني تم التبليغ عنها أو حالات الإصابة اللي ابتدت تنتشر، اللي هي كانت بقرها قليلة وكانت في مناطق سياحية وكانت ليها علاقة باختلاط بناس جاية من السفر وهكذا، وبالتالي ما كانش فيه وضوح لسه إحنا قد إيه هنكون على خريطة العدوى الشديدة والإصابة الشديدة، لكن كان فيه وضوح لما الدولة ابتدت تاخد إجراءات، خصوصا إنه الإجراءات دي ليها تداعيات اقتصادية واجتماعية وهكذا. فدي اللحظة اللي بالنسبة لنا يعني ابتدينا نتبنى فيها سياسة واضحة أكثر وضوحا للتغطية وعاملة إزاي، والطاقة زي ما حضرتك قلت لكونها عنوان من العناوين الأساسية عندنا في التغطية. وبالنسبة لكم ثامر، بالنسبة لنا شنو؟ كيفاش وفي أي لحظة شفتوا إنه لازم هالكوفيد يولي عنده تغطية خاصة وما هوش موضوع من ضمن المواضيع؟ الحقيقة اللحظة كانت تقريبا 15 مارس تقريبا، اللي فهمنا اللي لازم تغطية خاصة لا موضوع كالمواضيع، والمسألة هذه معناها في اللحظة هذيك باش عملية رسم سياسة تحريرية بوليتيك اديتوريال حول مسألة الكوفيد بدأت تتوضح، بمعنى أنه هو بتاريخ 17 مارس هبطنا ثاني مقال على موضوع كورونا. كل في المرحلة هذيك كنا في تونس مازلنا ما بديناش لا الحظر الصحي لا التدابير الوقائية وكل شيء، يعني على بخلاف على مستوى الحدود، يعني خاطر قبل هذاك بعض اسبوعين او ثلاثه بدات التدابير فيما يتعلق بالفحوصات وكل للمسافرين اللي وافدين على تونس. وفي اللحظه هذيك لرسم السياسه التحريريه قلنا فما مقال مهم اللي هو مقال على تبعات أزمة كورونا في الوقت هذاك الاقتصادية، لأنه المسألة الاقتصادية وتبعات أزمة كورونا الاقتصادية لأنها ولا عندها تأثير على ميزانية الدولة من خلال الموارد اللي من المفروض تخصيصها للأزمة هذه، ثانيا عندها مردود كنا نتوقع أنه إمكانية الحجر الصحي فرض الحجر الصحي واردة وواردة جدا، وبالتالي انقطاع النشاط الاقتصادي للعديد من المؤسسات والحرفيين والشغالين عموما مهم وباش يكون عنده انعكاسات اقتصادية كبيرة. تونس أول الشريك استراتيجي لها يمكن للأسف هو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي في السياق هذايا نلقاو رواحنا باش تكون عنده الأزمة في الاتحاد الأوروبي باش تكون عندها تبعات كبيرة على تونس، خاصة أنه أهم البلدان اللي عندنا معها تبادل تجاري أو نصدروا لها أو نستوردوا منها، يعني اللي هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كانت من أكبر ضحايا الأزمة هذه. ولذا المسألة الاقتصادية كانت مركزية حتى بتبعاتها المحلية كما قلت من بكري على الفئات الهشة والفئات الاجتماعية الهامشية، وبالتالي من اللحظة هذيك ومن بعد
اتضحت كما قلت من بكري الحاجة لبعث نواة فاكت تشيك للتثبت والتحري من صحة العديد من المعطيات اللي كانت موجودة، من خصوصيات أزمة الكوفيد بالنسبة للطرح الصحفي متاعها. يمكن فما زوز خصوصيات: التباعد الاجتماعي اللي تفرضه، وبالتالي نحب ولا نكره فما مسافة تبقى عنا على المصادر، على الأقل هي مسافة يعني نشوفوا فيها داير نويت فاكت تشيك وقت اللي انت قاعد تتكلم المتفرجين أي. ينجموا. تو كان تحب نجم نعطيكم ان ليان ديريكت لنواة فاكت تشيك في حد ذاتها. دونك اتأقلمت مع التواتر نتاع المعلومات الغلطه اللي خرجت، كانت عديده وعديده جدا، كو سوا اللي تنجم تداوي كل شيء، او لو فات انه هو مرض محدود لمكان معين، ولا حتى الاخبار الكاذبه اللي تهم الشان التونسي حسب. بالضبط بالضبط. لذا معناها وقتها كان في عملنا فادير تخوا زاكس، ثلاثة محاور كبار: عندنا نواة فاكت تشيك، عندنا متابعة المسائل الاجتماعية والتطورات الاجتماعية اللي مرتبطة بالموضوع بما فيها حقوق الإنسان، يعني بعض الإجراءات الاعتباطية اللي أخذتها السلطات، بعض الانتهاكات، ولو أنها نكون واضحين ونقول الانتهاكات هذه كانت ظرفية جدا، يعني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق العنف البوليسي. في نفس الوقت دونك هذه مسألة حقوق الإنسان، لكن المسألة هذه فيها أيضا مسائل اجتماعية عميقة كما لاحظنا من منذ بداية الحجر الصحي الشامل، العنف المسلط على النساء محبوسين في بيوت في ديارهم وكل شيء، وقاعدين يتعرضوا للعنف، ولذا خصصنا أيضا أهمية للموضوع هذا. الصحة الذهنية والنفسية للأطفال أيضا من المسائل المهمة الحقيقة اللي كانت غايبة تماما في وهذا من المواضيع انت ذكرتها زوز، مواضيع موجودين على نواة، موجودين زاده على مدى مصر، تم تغطيتهم: المقاربه الجندريه والصحه النفسيه. كانت من المواضيع باهي. في نفس الوقت يعني السياق هذايا يفرض أيضا رهان إخباري، وبالتالي كان مهم جدا أن نواصل ونخبره على المعلومة، خاصة على المعطيات السياسية، لأنه مثلا عمل البرلمان في تونس متواصل لكن عن بعد، كان هناك رهان وخلاف كبير حول توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في الظرف الحالي، هذا زاد مهم. المسألة النزاع وحالة عدم الاستقرار في ليبيا والكورونا وتبعاتها على تونس أيضا، هذا عنده أهمية كبيرة بحثنا، وهذه حاجات جاية في نواة بحثنا. زاد الجزائر اللي قاعدة تعرف كان فيها حراك اجتماعي وسياسي مهم ومهم جدا، واللي تم قبره تقريبا مع أزمة كورونا. التباعد الاجتماعي فرض وقوف التحركات في الشارع، لكن زاد هذا كان عنده تبعات. يعني نأديو دورنا كإعلام بديل، شنو هو الإعلام السائد مش قاعد يقوم به، وشنو هو المقاربة سواء من نوعية المحتوى أو من مقاربة طرح المواضيع هذه، هذا دورنا كوسيلة إعلام مستعدة بديل. لهنا ثم انت تحدثت على المقالات اللي اختمتوهم من في تغطية ليبيا والجزائر، كيف مدى مصر ممكن آخر المقالات على الشأن الليبي. لهنا السؤال اللي نحب نطرحه: كيفاش تجيبوا المعلومات؟ يعني على صعيد وطني أو محلي أو على صعيد دولي رغم التباعد الاجتماعي؟ ونحب جوست هنا نأكد للمتابعين نتاعنا انه الاسئله نتاعكم قاعدين يجيونا وباش نطرحوهم ونتداولوا فيهم، وشكرا على المتابعه. دونك كيفاش تجيبوا المعلومات في الظرف هذا لينا؟ يعني بشكل أساسي علشان هي أزمة بتمس القطاع الصحي بشكل أساسي، ففي شبكة من الأطباء والمميدين والمميدات اللي عندهم اهتمام إنهم يشاركوا قصصهم معانا، لأنه هم عارفين كويس قوي إنهم بيمروا بتجربة
مهم جدا انه يتحكى عليها ويتحكى ازاي بيتم التعامل معاها. فده مصدر اساسي بالنسبه لنا، خصوصا ان احنا بنقول ان احنا يعني عايزين نحكي قصص وتجارب الناس المختلفه اللي بتمر بالتجربه دي. مصدر تاني هو في الحقيقه المرضى في حد ذاتهم والمتعافين والمتعافيات. ده يعني مصدر مهم لتقييم أصلاً تجارب تعامل النظام الصحي مع حالات الإصابة مثلاً. وإحنا في شغلنا بشكل عام دايماً في محاولة إنه يكون في مصادر داخلية من الحكومة تتكلم معانا، خصوصاً لو هي محمية ولو ده ما يسبب لهاش مشاكل يعني. فاحنا بنحاول دايما نكرس لأهمية يعني انه يكون في مصادر رسمية او مصادر او يعني عندها نفاذ للمعلومة الرسمية او للمعلومة مش الرسمية في الحقيقة، بس المعلومة الحقيقية الداخلية يعني. ده بالنسبة للوضع الداخلي. احنا عندنا اهتمام بالوضع في ليبيا علشان هي دولة جوار يعني. احنا عندنا في السياسة التحريرية عندنا اهتمام بشكل خاص بدول الجوار، لأنه في تأثير مباشر في يعني الأحداث اللي بتحصل عندهم علينا. ولذلك يعني فلسطين، تحديدا غزة، قطاع غزة والسودان وليبيا هي في مقدمة اهتمامنا. وبالتالي على مدار السنوات اللي فاتت يعني حاولنا نكون يعني مجموعات عمل من الصحفيين والصحفيات هناك اللي هم بيتعاونوا معانا بشكل مباشر، واللي هم يعني عن طريقهم يعني بنعرف نحكي القصص اللي بتحصل. واحنا طبعا شايفين مثلا انه الوضع في ليبيا بيتطور بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، ويعني وبينما العالم كله اهتمامه مركز على تغطية كورونا وهكذا بالتوازي، في كام قصة لسه شغالة بشكل واضح وصريح، ومنهم الصراع الليبي. فمهم بالنسبة لنا إنه تغطيتنا لهذا الصراع اللي هي لم تتوقف على مدار السنوات اللي فاتت، وخصوصا يعني ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي يعني في ظل تفاقم هذا الصراع يعني. فكان مهم بالنسبة لنا إن إحنا ما نوقفش، إن إحنا نقول إنه في الحقيقة ممكن يكون في استغلال لفكرة إنه العالم مهتم بحاجة تانية خالص وأولوياته مختلفة خالص دلوقتي لتمرير صراعات معينة بتحصل. مهم جدا، مهم جدا إنها إنه نلقي الضوء عليها يعني. ولذلك يعني إحنا متابعين جدا الوضع في ليبيا، ويعني بنستمر في إن إحنا نعمل قصص عليه في الفترة اللي فاتت. لأن أنت أكدت على المصادر الرسمية، اللي هي مصادر حكومية، خلينا نقول خلينا تعطي الموقف الحكومي أو موقف الدولة الرسمي. فإلى أي مدى الكلمة الرسمية هي كلمة تعكس الواقع؟ أنا أعتقد إن إحنا ما ينفعش نحكي قصص من غير ما يكون في محاولة للنفاذ للقصة الحقيقية من الداخل، اللي هي بقى بغض النظر هي رسمية ولا مش رسمية. هي مش دايما القصة الداخلية هي القصة الرسمية في الحقيقة، ولكن ما ينفعش نكون في موقف نقدي أو في موقف بنسائل فيها سياسات الدولة من غير ما نكون فاهمينها كويس قوي، من غير ما نكون فاهمين إيه اللي بيحصل. وبالتالي في مسؤولية كبيرة علينا، وده مش من باب الموضوعية في رأيي، ده من باب إنه ده من باب الإنتاج المعرفي المعمق النقدي، إن إحنا نفهم أصلاً هو إيه اللي إحنا بننقده يعني. عشان كده إحنا يعني بالنسبة لنا يعني ما كانش أول حاجة بنعملها يعني في ظل أزمة كورونا إن إحنا بننقد الخطة الحكومية لمواجهة الوباء. بالعكس، إحنا كان عندنا اهتمام أكتر إن إحنا نفهم هي إيه الخطة دي. وفي الحقيقة يعني كان في تفاصيل كتير في الخطة، مش بس الخطة المرتبطة بالخدمة الطبية والخدمة الصحية، ولكن الخطة الاقتصادية بشكل عام وكل إجراءات
مساندة الفئات المهمشة مثلا اللي اتخذتها الدولة. كان مهم بالنسبة لنا ان احنا نفهم الحاجات دي وان احنا نعترف بيها وان احنا نكتب عليها، وبعدين من المساحة دي نشتبك معاها بشكل نقدي يعني. وبالتالي المصادر الرسمية والحكومية هي في الحقيقة مش بالضرورة بتعكس الواقع، لكن بتعكس جزء من الواقع. وما أعتقدش إن إحنا ينفع نشتبك مع الواقع من غير ما نشتبك مع السلطة، مع مصدر رئيسي للسلطة يعني. آه شكرا تامر. الواقع في تونس ممكن الواقع في تونس والتفاعل مع السلطات كان يتسم، خلينا نقوله بالشفافية إذا صح التعبير، يعني ندوات صحفية يومية في أول المرحلة، بعد بيانات يومية فيها المعطيات، وسياسيين والوزراء رئيس الحكومة كانوا متواجدين ومتواجدين بكثرة. يعني هل هذا في حد ذاته سهل الخدمة للنواة باش أنها تنجم توصل للمعلومة وتتجنب ليزانتوكس أو الفوكس اللي نجموا يحيطوا موضوع الكورونا؟ هو في الحقيقة عمل الحكومة تسم خلينا نقول باتصال مكثف لا شفافية. الاتصال المكثف هذا اللي اعتمدوه طبعا فيه يعني كم من المعطيات، ويعني أيضا روتينية الندوات الصحفية سمحت لنا باش تكون عندنا العديد من المعطيات. كان فما أيضا سهولة نوعا ما أو تجاوب من بعض الوزارات على مستوى نفاذ للمعلومة، الحقيقة اللي هو خلينا نقول استثنائي شوية، يمكن يكون في علاقة بالظرف، يمكن يكون في علاقة بالتوجه متاع الحكومة هذه على الأقل في بدايتها. كان فما تعاون على المستوى الاتصالي وعلى مستوى النفاذ للمعلومة، لكن أيضا برغم وجود بعض الصعوبات مع وزارة الصحة، وزارة الصحة تعطي المعلومة لكن ناقصها رد الفعل يكون بطيء أو منعدم في العديد من الأحيان. على الرياكتيفيتي يعني انا كنحب معطى خاص، معطى محدد لاحد المعطيات اللي قدمها في الندوات الصحفيه. هنا فما بعض الصعوبات اللي تنجم تكون مرتبطه بمواردهم او باسباب اخرى، هذا لا يعني ان هناك توجه نوعا ما على التخبئه على المعلومه على حاجه بالضروره، لكن عموما فما ديسفونكسيونمون يعني طبيعته بعد نفهموها بعد مدة ونفسروها بعد مدة يمكن. لذا على المستوى هذا فماش مشكل، لكن القوى المهيمنة ليست فقط القوى الحكومية أو السلطات معناها السياسي ومعنى الدولة، الأطراف المداخلة في المسائل هذه كثيرة ومتعددة. هناك يعني كي نحكيو على الصحة فما لوبيات في علاقة بالمواد الصيدلية، هناك لوبيات فيما يتعلق بالصناعة اللي متعلقة بالصحة، هناك منظمة الأعراف يعني الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اللي هو بيدو عنده معناها مكانة كبيرة، وبالتالي معناها الأطراف المداخلة مختلفة ودرجة تعاونها ودرجة سماحها بالنفوذ للمعلومة متفاوتة أيضا. لكن لاحظنا اللي التوجه العام كان عن ما كانش عندنا صعوبات كبيرة في النفاذ للمعلومة عموما في المرحلة هذه، يمكن زادة طبيعة الصحفيين اللي موجودين حاليا في نواة واعتيادهم على أنه على استقاء المعلومات والمعطيات من مصادرها، يمكن زاد المسألة متعلقة بطبيعة الطبيعة السياسية للحكومة هذه. ولذا على مستوى المصادر كانت الأمور واضحة
على أقل تقدير على مستوانا. فما باش نتيح الفرصة للمتابعين اللي معانا حاليا في يتابعوا في الحوار هذايا، ومنهم محمد القطبي اللي هو باحث في علم الاجتماع سوسيولوج من تونس، يتسائل عن السيادة الرقمية في ظل الجائحة هذه، أليس الوباء مدخلا لانتهاك الحريات؟ تمام، قبل طبعا كانت الكلمة كنت تتحدث على النفاذ وال انتهاك الحريات، هو عندنا مقال نجم نطلع عليه موجود بالعربية وبالفرنسية في نواة الحريات. هو شوف ديما الظرف الاستثنائي يسمح بالمجموعة من الانتهاكات في الحقيقة. الظرف الاستثنائي يعني مثلا على المستوى القانوني الحظر الصحي الشامل وكل التدابير المتعلقة فيه به، لكن أيضا حالة الطوارئ اللي قاعد يتم تجديدها واللي مقتضيات قانون حالة الطوارئ صدر في السبعينات القرن العشرين معناها غير صالحة اليوم في تونس، سواء الوقت تجاوزها وإلا النظام السياسي اللي تعيش فيه تونس اليوم، يعني ديمقراطية تعددية الحريات حتى اللي يكفلها دستور 2014 غير متناغمة مع محتويات قانون السبعينات هذايا اللي حول حالة الطوارئ، وبالتالي التدابير هذيك تحد من الحريات. أيضا كان فما جانب اعتباطي في علاقة بتطبيق الحظر الصحي الشامل، نحكي على جانب اعتباطي مثلا تراخيص بالتنقل لا تخضع الحقيقة ل يعني شروط واضحة وعقلانية من الممكن الارتكاز عليها باش هذاك ياخذ ترخيص وهذاك ما ياخذش ترخيص. وهنا مسألة الحجر الصحي الشامل طبعا هي تحد من تنقل الأشخاص، لكن هنا فما مسألة مشكلة نتاع مساواة بين المواطنين، وفما مشكلة نتاع اعتباطية لأنه تم سن الحجر الصحي الشامل لكن لم يكن مرفوقا بكل القوانين أو النصوص التشريعية اللي توضح الإجراءات في تطبيقه. الهامش هذا الكل أعطى سياق سمح القوات البوليسية يعني بعض الاعتداءات، بعض تجاوز السلطات ديزابيو دو بوفوار. مثلا في تونس الكل توا تنجم تعرف عباد عندهم تراخيص باش يجيو، الناس الاخرين يمشيو المركز يحكيوا لهم حكايه اخرى، ومنهم انا رغم ان الصحفيين مستثنين لكن كان من الضروري ان نفهموا الحكايه هذيا. واحنا بيدنا عندنا اداريين يعني يلزمهم ساعات يتنقلوا المسائل الاداريه عاجله او مسائل ماليه تتعلق بالسير اليومي العمل. لذا كان فما مجموعة من هذه الصعوبات أو الانتهاكات أو الإجراءات الاعتباطية، نبعث لك حالا مقال الوجه المظلم للحجر الصحي إجراءات اعتباطية وتعسف بوليسي، مقال موجود أيضا بالإنجليزية وبالفرنسية للقراء اللي يحبوا يقرأوا بالإنجليزية والفرنسية. نرجع فوالا دونك نختم الفرصة لهنا ثامر باش نواجه السؤال اللي لينا في احتمال نقص أو تهديد الحريات. يعني في مقال من المقالات اللي على الصحة النفسية ثم متداخل يتحدث على التباعد الجسدي لينا كمظهر من مظاهر الشمولية. يعني ما نجموش نقربوا بعضنا، ما نجموش نحكي مع بعضنا، ما نجموش حتى كان بروبلم عنق بعضنا فهل ثم لهنا تهديد الحريات؟ خلينا ناخذ السؤال مع محمد قطبي. عايزني اجاوب على السؤال ده صح يا محمد ولا نستنى سؤال تاني؟ شور. معلش انا اللهجه طبعا في حاجات بفهمها وفي حاجات ما بفهمهاش قوي، بس بحاول. يعني انا يعني السؤال بتاع
بتاع المتابعة على محطة قطبي هو أليس الوباء مدخلا لانتهاك الحرية؟ يعني انا انطباعي انه هي يعني فرضيه سهله انها تتقال، ويعني من اول الناس اللي قالوها هو اجنبن في المقال اللي نشره بالايطاليه يعني في اوائل الازمه يعني، وكان في رايي يعني فرضيه مبكره شويه، خصوصا يعني مع اللي حصل في إيطاليا وكده. أنا انطباعي من اللي حصل في مصر إنه يعني ما فيش بالذات استغلال للأزمة لفرض تضييق أكتر على الحريات، وما أعتقدش إنه مصر محتاجة الأزمة علشان تضيق أكتر في الحقيقة. ومصر في الحقيقة يعني مش أكتر بلد على عكس بلدان عربية أخرى زي تونس، زي الأردن مثلا، ما فرضتش بالذات في الحقيقة إجراءات إغلاق وتباعد اجتماعي وجسدي عنيفة. يعني ده ما حصلش في الحقيقة، والناس لسه يعني فوق بعضها زي ما احنا بنقول، وما فيش يعني بالذات حالة تباعد اجتماعي حاصلة. وده بالنسبة لي يعني مؤشر شوية مقلق أصلا، لو احنا يعني خايفين فعلا من انتشار العدوى في بلد الكثافة السكانية فيها عالية جدا، خصوصا في مدن زي مدن القاهرة واسكندرية وغيرها، يعني مدن الدلتا والصعيد بشكل أساسي يعني. فبس فاللي عايز أقوله يعني إنه تجربتنا في مصر في الحقيقة ما بتخدمش الفردية دي قوي. هي فردية مفهوم هي جاية منين، ولكن يعني مهم إنها تتحط في سياقات يعني ويتم مساءلتها في السياقات المحدده يعني. دي مش تجربتنا في مصر بسبب بسيط، بسبب يعني دي علاقه بان مصر مش محتاجه للازمه دي بالذات علشان تضايق. ده طبعا ما لا يعني مثلا انه ما فيش باتش ب ناس سواء صحفيين او بيكتبوا على المواقع التواصل الاجتماعي حاجات بتعتبرها الدولة إشاعات، وبالتالي بيتم القبض عليهم والتحفظ عليهم وحاجات من النوع ده. دي بتحصل، لكن هي بتحصل كل الوقت يعني، كل الوقت الناس معرضة للباتش لأنها بتكتب حاجة على الإنترنت، وبالتالي بالنسبة للدولة فهي بتنشر إشاعات. مفيش يعني بالنسبة لي استغلال، حالة الاستغلال بتاعة الأزمة علشان التضييق، عشان تزويد التضييق بالذات يعني. ولكن بصورة ما هل ساهمت هذه الأزمة الصحية في إبراز الطبيعة الحقيقية والجوهرية للأنظمة السياسية التي نعيش فيها؟ يعني لا تحدث عن مصر وتونس، بل نتحدث أيضا على المغرب، الأردن، لبنان. هل في آخر يعني ممكن كانك كما يقولوا في الروتين يعني؟ أنا انطباعي إن إحنا لسه بنشوف، ما أقدرش أقول إنه الجوهر الحقيقي للأنظمة بيظهر من تعاملها مع هذه الأزمة. الأزمة بطبيعتها استثنائية، وبالتالي التعامل معاها استثنائي الطابع. أنا بالنسبة لي في حاجة مثيرة جداً في التعامل المدني، وتحديداً يعني الجهاز الصحي، تعامل الجهاز الصحي مع الأزمة وإدارته للأزمة وطريقة رسمه لخريطة التعامل مع العدوى و فرص تفاقمها. بالنسبة لي دي يعني it's a form of government أو طريقة حوكمة جديدة عليا، ما شفناهاش، لأنه ما شفناش أزمة من النوع ده قبل كده. فبالتالي ما أقدرش أقول إنه في جوهر واضح. بالعكس، أنا شايفة إنه في مثلا بالنسبة لي إعادة اكتشاف للجوهر البيروقراطي للدولة المصرية مثلا، واللي هو عميق وغني وفي خبرات مختلفة وهكذا. فبالنسبة لي في حاجة مثيرة لمتابعة أداء هذا الجهاز في الفترة دي. فبس يعني اللي بحاول أقوله إنه يعني مهم إن إحنا ما نتسرعش في فرضيات عن السياسة في أزمة إحنا لسه بنشاهد تداعيات تعامل الدولة معاها كل يوم في الحقيقة. وطبعا
كنا في بداية الكيرف أو في منتصفه أو في قمته، ده معناه ردود أفعال مختلفة وآليات إدارة مختلفة من الدولة إحنا لسه ما شفناهاش كلها، لأن إحنا ما وصلناش للحظة تفاقم مرتفع جدا. فأنا رأيي يعني إن إحنا عندنا مسؤولية إن إحنا نشاهد عن قرب بينما الأزمة بتتطور يعني. وانت ايش قررت في الفكره ثامر؟ هل كانت هذه مناسبه انه نكتشفوا الواقع متاع الجوهر متاع الانظمه السياسيه والدول اللي احنا نعيشوا فيها؟ اللي التثبت منه يعني، لانه واقعها وطبيعتها نراو فيها هي يعني، معناها يظهر لي الانظمه السياسيه هذه ما هيش انظمه معقدة برشا، وهي الحقيقة أنظمة ما تحشمش يعني، في عادة يعني ما عندهاش حياء في ممارستها لسياساتها الجميلة جدا معناها، وبالتالي الأزمة هذه توضح الهويات السياسية، سواء الأنظمة العربية اللي عندها يعني منحى سلطوي، أو حتى الأنظمة أخرى في بلدان أخرى في العالم، بين الأنظمة اللي حتى معناها على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى سياساتها الاجتماعية، رينا تبعات التمشي الاقتصادي وتمشي الدولة مثلا في فرنسا في السنوات الكل وين وصل الأمور، رينا التمشي في إيطاليا نحو الخوصة في السنوات الفارطة، خوصصة النظام الصحي وين وصل الأمور، رينا أيضا التوازن اللي عرفته ألمانيا اللي سمح لها برد فعل استثنائي على الصعيد العالمي في الأزمة، يعني الديبيستاج ماسيف، أخذ معناها التكفل مرضى حتى في من بلدان أوروبية أخرى، رينا أيضا مثلا النجم الساطع يعني دونالد ترامب كيفاش أكد يعني توجهه من قبل، هو كما نقولوا سيتان كليماتو سيبتيك، ما يستعرفش مثلا بالتغير المناخي وتبعاته، ما يستعرفش بأنه مثلا غابة الأمازون فيها مشكلة كبيرة لا ديفورستاسيون غادي، رينا بولسونارو زاد في البرازيل، يعني يوم ثبتوا منحهم الشعبوي الكارثي اللي في وقت الأزمات يبان إلى أي مدى من الممكن أنه يكون عنده تبعات سلبية وسلبية جدا في البلدان المعنية. إذا الأزمة هذه ما هي إلا تثبيت لتوجهات وإقرار بمجموعة بحزمة من الإجراءات والسياسات الفاشلة. بس نشكرك تامر، باش نكمل مع التفاعلات اللي هم عديدة من عند المتابعين بتاعنا، نشكرهم من العديد من البلدان، زادة من أحمد إدريس من ليبيا اللي نحييه ونقول له الاسئله نتاعك ماهيش باش تمشي هذاك. احمد دريس حكينا على التجربه نتاعو في ليبيا اللي هي ممكن اكثر تتطرق للانتشار الوباء في حد ذاته، وفي نطاق التفاعل بسرعه نقراكم المداخله نتاعو. لقد تدارك الدوله الليبيه واعلنت عن اجراءات سريعه اهمها ايقاف الرحلات الجويه، مما اسهم في مجهودات مواجهة الفيروس في ظل نقص الإمكانيات الطبية بطبيعة القتال الحاصل في البلاد. فكانت الاستعدادات مرضية في مدينة بنغازي ومصراتة وطرابلس، بينما لا تذكر في بقية المدن والتي تفتقر الإمكانيات وأهمها عدم وجود جهاز تحاليل. وهناك تقريبا 3 حالات وفاة، أما بقية الحالات فكانت سالبة. شكرا أحمد، نعتذر على فترة ما هو سؤال، وشكرا على المشاركة والمساهمة بالتعليق هذايا. المسألة الحريات أولوياتها طرقناها جزء قبل، فممكن تزيد تعاود تطلع عليها. لهنا ممكن تكون فرصة باش نغوصوا في مجال مهم، ثم الأسئلة المطروحة كيفاش
مش تتأثر وسائل الإعلام اللي بتقوم تفرها وتخدم فيها من الأزمة الاقتصادية. فسؤال كما تروح بطريقة أخرى، كيفاش التمويلات بتاعكم هل هي تأثر على طريقتكم في التغطية بتاع الوباء الجائحة هذه؟ فنوجه لكم سؤال بكل بساطة، هل ثمت أي تأثير لينا؟ لحد اللحظة دي لا، ما نقدرش نقول إنه في تأثير. طبعا لسه يمكن الأثر الاقتصادي للأزمة على قدرتنا على العمل لاحقا هيبان أكتر. يعني إحنا في أنشطة بنعملها مديرة للدخل، زي برنامج عضوية، زي خدمات صحفية وخدمات تحريرية، يعني ربما الناس تبتدي تستغنى عنها علشان في أولويات أخرى في الإنفاق. بس دي حاجة مش هتبان لنا دلوقتي. بس اللي أحب يعني أقوله إنه أتمنى إنه ما يكونش في تأثر كبير، لأنه وجود إعلام مستقل ومشتبك مع الأزمة ويعني ما سيتوها من أزمات هو حاجة أساسية في الحقيقة. يعني هو مش حاجة هامشية، ما تعتبرش يعني من الأولويات في ظل يعني الأزمة الاقتصادية والريسيشن اللي هتحصل يعني. فأتمنى إنه ما يكونش فيه أي تأثير سلبي على الدور المهم اللي بيلعبه مواقعنا في رأيي، سواء نواة أو إحنا أو غيرنا، لأنه دور في غاية الأهمية في الفترة اللي جاية كمان، مش بس في الفترة الحالية بتاعت التغطية المباشرة للوباء، ولكن كمان تغطية الفترة اللي هتيجي أو اللي هتتلو العودة بين قوسين للحياة الطبيعية. وبالنسبة مثلا للنموذج المالي والتوازنات المالية لمدى مصر، هل الممولين ممكن هم مؤسسات أو جزء منهم مؤسسات أجنبية أو منظمات دولية، هل أنتم كنتم بتتواصل معهم؟ هل هناك تأثير على النقص ممكن في التمويلات القادمة في المستقبل؟ أو متمائمين من هذا الجانب؟ لا، ما فيش تواصل يعني. ما بالنسبة لكم في نواد؟ في المستقبل تبقى حوله نقاط استفهام. ما احنا مثلا من تبعات الأزمة هذه ماليا، وعلى التبعات السلبية على مشروع من مشاريعنا الجدد اللي هو نواة مجازين، يعني مجلتنا الورقية الجديدة اللي بدينا، اللي خرج منها أول عدد في جانبي، يعني تخرج كل 3 شهور تريمستريال. ولقينا رواحنا في الظرف الحالي، بما أنه نقاط بيع نواة مجازين هما المكتبات مسكرة، لك زاد أكشاك الجرايد مسكرة، ما فماش توزيع، فما صعوبات على مستوى التنقل للطبع وحتى من بعد للتوزيع، لأن قلنا نجم نلقاو حل اللي هو ليفريزون، يعني من خلال احنا الموزع نتاعنا هو دار نشر وتوزيع كتب في الأساس اللي هي سي اس اديسيون، وبالتعامل مع خدمة انتيجو قلنا من الممكن كما واصلنا بيع العدد الأول من نواة مجازين في فترة مارس من خلال التعاون هذايا مع سيريس إديشن وينتيغو اللي هو حتى الآن ساري، يعني توزيع العدد الأول، لكن كنا احنا مرغمين على تأجيل صدور العدد الثاني، وبالتالي قررنا في آخر الأمر أن نأجل العدد الثاني لشهر جويلية، بما أنه عندنا مانح يقدم لنا دعم نسبي فيما يتعلق بالمجلة بنواة مجازين. لذا كان هناك معناها أنا مخيفو في عملية في الاتفاق معاه، يعني وإعادة صياغة الاتفاقية
مرة أخرى. في نفس الوقت كان يعني ماديا كان من المرتقب تركيز العدد الثاني، وأنه نبداو نسبيا في الغوتور سور انفستيسمون انطلاقا من العدد الثاني، اللي هي المسألة هذه تعطلت، لكن زادة تعطيلة استراتيجيا مهمة، لأنه كي تعمل ان نوفو ميديا ولا ان نوفو تيتر دو بريس، يعني مجلة جديدة من عددها الثاني تتأجل، هنا فما صعوبة على المستوى الاستراتيجي. مش نحاولوا نداركوها، مش نحاولوا نوفروا لقرائنا عدد ثاني في بداية شهر جويليا، يكون على القليلة ينسيهم في العدد اللي ما خرجش في بداية عدد أبريل، وباش نقوموا بعدد خاص زادة لتدارك التأخير هذايا في آخر العام في ديسمبر، باش يكون حوصلة للسنة هذه والأهم اللي صار فيها. فوالا، هذا هو كل التأثيرات. بعد فما تأثير إيجابي جدا، احنا الحجر الصحي الشامل على نواة، أنه كما تعرف بالأساس قبل ما تمر مرحلة الصحافة بمعناها المهني اللي انطلقت تقريبا من 2012، نواة بالأساس هي ان بلوك كوليكتيف، مدونة جماعية، وبالتالي حافظنا على الطابع هذا في قسم المدونات اللي هو اللي يسميوه اوبينيون، او بالعربية وجهات نظر، يعني هو يرتكز على مشاركات حرة من قرائنا، من جامعيين، من مواطنين، من طلبة، من مثقفين، من مناضلين في المجتمع المدني. واللي القسم هذا، قسم وجهات النظر في نواة، القسم يعني بلوجز في نواة، عرف ازدهار كبير في حفترة الحجر الصحي الشامل، الناس كتبت برشا لدرجة أنه عرف ارتفاع ب 300% في كم المحتوى اللي يتنشر فيه. والحقيقة فما العديد من المقالات القيمة حول الاقتصاد، حول الإعلام في الأزمة هذه، يعني الناس المواطنين هي عبارة على أجوغا، الناس يخموا فيها ويفكروا فيها حول الظرف الجديد. لكن أيضا حتى بعض المقالات اللي طرقت المرحلة ما بعد أزمة كورونا، العالم شنو ينجم يكون، تونس شنو تنجم تكون، مسألة الديون التونسية الخارجية، طبعا الديون الخارجية وطريقة التعامل معها، المنوال الاقتصادي هذايا، والقطاعات الخدمات اللي برهنت على هشاشتها الكبيرة في الأزمة هذه، علاقتنا بالشريك الاستراتيجي الأول اللي هو الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي وطريقة صياغتها في المرحلة الجاية، محيطنا أيضا السياسي، طريقة حوكمة البلاد، مكانة السلطة المحلية، وين وصل المشروع اللامركزية، هذه كلها كانت نقاط طرقولها. وكان الحقيقة فما العديد من الأفكار اللي تستاهل أنها تقرأ، تستاهل أنها تشارك، وخاصة تتناقش. طبعا هذا ديما الهدف من الروبريك هذه في نواة، هو أنه تكون منطلق لطرح نقاش عام، ما نكونوش مسيطرين عليه، لأنه ما هوش نقاش عام يتنزل في الإطار الصحفي، وتكون فيه مسافة متاع حرية مهمة للتعبير على الآراء هذه والطروحات هذه. يعني احنا في يعني بحضوركم ومعكم انتم مع مدى مصر ولا مع نواة، امام زوز وسائل اعلام. مدى مصر من 2013 صلاح نجينا كان غالط، يعني تنشط وموجوده، واول نسخه للموقع كانت موجوده. وبالنسبه لنواة من 2004، ولكن بالطبيعه تولد من جديد من بعد 2011. سؤالي يتوجه لوسائل الإعلام المحلية في بلدانكم زوز، يعني ثم سؤال من أسأل اللي يتحدث على إعلام القرب، كيفاش كان دوره أو دوره الشبه الحاضر أو الغائب في بعض الأحيان؟ فإذا كان عندكم أي تفاعل مع المتابعة اللي طرح سؤال على إعلام القرب، تفضلوا ومرحبا. كيفاش تشوفوا أنتم في هالجائحة هذه؟ اعلام الايه معلش؟ لوكال ميديا، يعني الاعلام. ايوه تمام. يعني احنا ما فيش تجارب، يعني في بعض التجارب طبعا
اعلام شديد المحليه، او يعني ما اسميتوه باعلام القرب يعني، بس ما اقدرش اقول ان انه الواحد لمس شغل حقيقي من الانماط دي من الاعلام في تغطيه الوباء. وطبعا يعني تسبيتي يعني دي حاجه يعني مؤسفه شويه، لانه يعني جزء من الكلام عن الوباء هو ازاي كوميونيتيز ومجموعات بعينها بتعيشوا، زي مثلا فكرة البقر في القرى المصرية اللي موجودة، انتشر في قرى بعينها انتشر فيها الوباء بشكل واضح وصريح، وطبعا تم فرض إجراءات حجر صحي شامل كانت أكثر عنفا طبعا من الإجراءات العامة اللي متاخدة في البلد كلها نظرا لكونها يعني بقر. ففي الحقيقة لحظة زي دي إعلام محلي قريب من قرى مثل هذه كان ممكن يوصل لنا صورة أكثر حميمية للقرى دي بتعيش أو البقرة دي بتعيش الوباء وانتشار العدوى إزاي. لكن ده لا يحدث للأسف يعني. شكرا تامر لقولك في ما يخص الاعلام القرب والميديا الركوب. كيفاش ينجم يعيش اعلام القرب؟ هو الحقيقه انت تطرح سؤال مهم برشا واشكاليه كبيره برشا، كيفاش ينجم يعيش اعلام القرب في زمن التباعد الاجتماعي؟ يعني هنا فما رهان كبير. الحقيقه انا ما نتصورش انه ممكن ممارسته باستمرار. احنا كانت لينا تجارب طفيفه مؤخرا، مثلا ولت البارح ولا البارح نشرنا مع فيديو في منطقة شبدة اللي هي تقريبا تبعد 20 كيلومتر على تونس العاصمة، اللي هي منطقة في نفس الوقت صناعية وفلاحية تبع معتمدية فوشانة، وصورنا مع زوز خوات من غادي يخدموا في العاصمة وفقدوا خدمتهم، عاملة نظافة وكهربائي سيارات، يلقوا روحهم في وضعية خصاصة. لكن مش ممكن ممارسته باستمرار، لأنه أولا كمؤسسة مجبورين احنا باش نكونوا حذرين جدا فيما يتعلق بصحة فريقنا العام، وبالتالي فما ظروف ما نجموش ليزيكسبوز فيها برشا الحقيقة. في نفس الوقت هناك رغبة من العديد من الناس انهم يبقوا بعاد اجتماعيا، انهم يحبوا يحميوا رواحهم حتى من الصحافة وغير الصحافة، وفما أيضا صعوبات لوجستية تفرضها حالة الحظر الصحي الشامل على مستوى الحجر الصحي الشامل، على مستوى التنقل، على مستوى تزود العديد الخدمات. وبالتالي صحافة القرب غير ممكنة جدا، فيما عدا لو كان أنا نتصور وسائل الإعلام المسموعة تحديد راديو أو على موجات أخرى. وبالتالي نتصور الراديو كان من الممكن ومن الممكن أنها تلعب دور كبير فيما يتعلق بصحافة القرى. وبالنسبة للفريلانسرز يعني زملائنا الصحفيين اللي في وضع هش، ممكن أنت بتتواصل معهم ثمر إذا كان عندكم صحفيين فريلانس تتعامل معهم، كيفاش من نظرتك يعني كيفاش قاعدين يعيشوا في هالظرف الصعيب بوضعهم الهش وبالمهمة الكبيرة والمسؤولية الكبيرة اللي عندهم في الظرف ده؟ طبعا احنا الحقيقه الفريلانسرز اللي يتعاملوا مع نواه تواصلوا تعاملها مع نواه، لانه حتى اللي صار فيه كان بالممكن التاقلم او تاقلم يعني اهم، وبالتالي ما كانتش عندنا صعوبات. احنا ما عندناش فريلانسرز يعملوا ريبورتينج ولا حاجه، اللي يخدموا الصحافه الميدانيه هم بالاساس عناصر من فريق نواه القار. لذا الفريلانسرز ما لقاوش صعوبات فيما يخص نواة، لكن عموما طبعا هم يتسموا على مر السنة من الفئات الهش.
على الأقل في أغلب الصحفيين اللي يمارسوا المهنة الصحفية يعني فريلانس. وفي المرحلة هذه نتصور اللي برشا صحفيين زادت هشاشتهم، هو الناس اللي تكون عندهم وضعية مستقرة وفي جزء كبير يعرفوا أزمة اقتصادية فيما يتعلق اللي هي من تبعات كورونا، لكن زاد الصحفيين الفريلانسرز متعاونين خارجيين نتصور يعرفوا صعوبات كبيرة، خاصة اللي ما عندهمش تعامل مستمر مع نفس وسيلة الإعلام في نفس الفقرة كما هو حال الفريلانسرز اللي يتعاملوا. نفس التساؤل لنا فيما يخص الفريلانسرز اللي تتعامل معاهم انتم في مصر، اذا كنت تتعامل معاهم بالفعل كيفاش يعيشوا هالازمه هذه في الوضع الهش اللي يعرفوه؟ الحقيقة يعني الفترة اللي فاتت شهدنا يعني تعاون أكتر الحقيقة مع المتعاونين الغير منتظمين يعني الفريلانسرز، لأنه زي ما قلت قبل كده يعني في ثراء في القصة، وإحنا يعني كسياسة تحريرية يعني نسيت أشير لده من الأول، يعني في مرحلة معينة كان عندنا وضوح إنه إحنا مش هنتعامل مع الوباء ده كحدث، إحنا هنتعامل معاه كعدسة يعني بننظر من خلالها لحاجات مختلفة كتير بتدور حوالينا في المجتمع، وبالتالي يعني احنا عندنا شبكة واسعة من الفريلانسرز اللي بيشتغلوا في مناطق مختلفة في البلد أو اللي عندهم درجات مختلفة من التخصص، وطبعا الأزمة شجعتهم إنهم يتعاونوا معانا اكتر، انهم يقترحوا علينا قصص ان احنا نروح لهم علشان احنا مش قادرين نلحق ان احنا بالفريق الصغير اللي معانا ان احنا نعمل كل حاجة احنا عايزين نعملها. وبالتالي حقيقة حصل طبعا حالة انتعاش معينة، وده يعني في تجربتنا احنا، ده طبعا ما يمنعش انه الناس اللي بتمتهن الصحافة بطريق الفريلانس بشكل اساسي اكيد بتمر بلحظة معقدة، لأنه أي حد يعني بينتهن عمل غير منظم أكيد بيمر كده بلحظات عدم وضوح ولا يقين بالنسبة لقدرتهم على ممارسة عملهم يعني. بس اللي بحاول أقوله يعني إن إحنا يعني استغلينا الأزمة واحتياجنا إن إحنا واهتمامنا إن إحنا نعمل حاجات مختلفة ونعمل تغطيات مختلفة في إن إحنا نعمق ونوسع من شبكة المتعاونين معانا في الفترة اللي فاتت يعني. أنا لهنا نحب نغتنم الفرصة باش نعملوا نظرة تأمل، خلينا نقول للمستقبل، يعني إذا كان أنتم من المنطلق بتاعكم كأشخاص كأفراد وكمؤسسات عالمية ذات الخاصة، باش على الأزمة هذه على الواقع اللي أنتم عايشين فيه. أنا بالنسبة لي الأزمة اللي حصلت دي ادتنا فرصة لإن إحنا ننتج قصص وننتج مواد صحفية مختلفة كنت طول عمري يعني حاسة إن إحنا المفروض نعملها بس مش بنعرف نعملها قوي أو مش بنلاقي طرق لإنتاجها، سواء كانت زي ما بنقول قصص بتسلط الضوء على تجارب اجتماعية وفردية مختلفة، ويعني مش بمنطق يعني تحويل مثلا فكرة التهميش لضحية مثلا أو حاجة زي كده، بس بمنطق إن إحنا فعلا نحكي قصص بتنم عن تجارب. فحاسة إنه ده نمط صحفي المفروض يستمر معانا، إنه يعني الأزمة دي كده ضوت يعني نورت شوية فكرة قدرتنا على إنتاج النمط ده من الكتابة الصحفية، التجربة فكرة قصة التجربة يعني. دي نقطة. في حاجة تانية دي علاقة بالدور التوقعي للصحافة، يعني أنا شايفة إنه الأزمة اللي إحنا كلنا هنواجهها بفعل الركود الاقتصادي اللي بدأ يحصل اوريدي بسبب سياسات الإغلاق في كل حتة في العالم بيفرض علينا إن إحنا
المفروض نكون يعني كجزء من نسيج المجتمع المدني من الجهات اللي بتفكر بشكل نشط، طيب هي ايه الحلول الممكنة، ايه اللي ممكن نعمله. ولذلك انا شايفة انه ده يعني حاجة برضو بتعمل شوية شيبينج لنمط الانتاج الصحفي، ازاي نبقى مساحة حوار ذكية ومشتبكة مع مقترحات لحلول، وهكذا، مش مجرد تغطية وانغماس في تغطية الحدث يعني. ولذلك مثلا احنا اوريدي ابتدينا نفتح مثلا نقاش حوالين فكرة الـ Universal Basic Income، وازاي نقدر نفكر في ميكانيزم من هذا النوع في سياق دول فقيرة او دول العالم الثالث او دول الجنوب مثلا. أنا شايفة إنه ده يعني في مقدمة دور العمل الصحفي. فأنا حاسة إنه في كده عملية يعني بالنظر للمستقبل في فرصة لإعادة تخيل عملنا كصحفيين وصحفيات وكمؤسسات صحفية مستقلة وتقدمية. المفروض إن إحنا يعني ننتهج الخطى يعني اللي فرضت علينا الأزمة، والموضوع ما يتوقفش بس في تخطيط الأزمة في اللحظة دي، ولكن اللحظات بقى اللي هتتبعها يعني. شكرا. وثامر، كيفاش تشوف انه الازمه هذه باش تغير في العمل بتاعكم، العمل الصحفي عموما في المستقبل؟ العمل الصحفي عموما في المستقبل نتصور انها باش تزيد على وضع الاعلام اللي هو حاليا فقير اكثر فقر. نتصور باش تكون تبعاتها الاقتصادية على الإعلام عموما، لكن بالأخص على الصحافة الورقية مش تكون تبعاتها التاريخية. أنا نتصور لازم هذه معناها نهار آخر بعض العقود كي نتكلموا على الصحافة الورقية مش تكون مرحلة تاريخية مهمة في الصحافة الورقية أزمة كورونا. في المقابل بالنسبة للباقي، الكل في علاقة بالسياسات مش تعتمدها الدول، لأنه برشا دول مش تفهم اللي المرفق العام في الإعلام مهم جدا، واللي هو ما هوش عدو وما هوش يعني عبارة على مؤسسات تاخذ موارد كبيرة وما عندهاش إنتاج اقتصادي أو غير منتج الثروة بالمعنى المادي للكلمة. لكن نتصور يكون من الغباء لو الأنظمة هذه ما تفهمش اللي الإعلام العمومي والإعلام كمرفق عام ينجم يكون مصيري في العديد من الحالات والعديد من الوضعيات اللي منهم الأزمات الصحية والأوبئة اللي من نوع هذا. نتصور انه في العديد من البلدان ومناطق العالم باش نعيشوا يعني في دومينو متاع قرارات سياسيه كبيره او تحولات سياسيه كبيره باش يكون عندها تبعات عامه تاثر على الاعلام. نتمنى انه مش كما في كل مره الانسانيه تعرف فيها ازمات، ان كانت حروب او كوارث طبيعيه، او تكون باب كبير لفرض إجراءات يعني تعسفية لتلحد من الحريات ولفرض أكثر رقابة. نخمم من على كل المقترحات اللي كما قبل كانوا يتبجحوا بالإرهاب باش يحدوا بالحريات أو يقوموا بالاعتداء على المعطيات الشخصية، نرى في عقلية قاعدة تنتشر وفي خطاب قاعد ينتشر حول الاستهانة بمسألة المعطيات الشخصية لإعلاء الأمن الصحي كأولوية قصوى تغيب قدامها كل الأولويات الأخرين، وهذا خطر. لكن زاد الأزمة هذه كما نحكيه على التهديدات أو مخاطر الأزمة هذه أو المناخ العام اللي تنجم تحيلنا ليه الأزمة هذه، المهم أن نجم زاد نعتبروها كفرصة لبناء جديد. ما هوش كلام حالم أو كلام غير واعي بالسياق العام، لكن الأزمات هذه أيضا هي فضاء خصب لطرح أفكار جديدة، لطرح بدائل للتفكير
بدائل كانت من قبل مطروحة لكن يراوها غير واقعية، لكن الوضع اللي نشوف فيه غير واقعي بالمرة. لو كان نعتبره الواقع هو الحالة العادية اللي عرفناها أو الرتابة هذيك، وبالتالي المسألة هذه تفرض علينا نختار معناها البدائل هذه. البدائل، نختار الفرصه اللي انت حكيت على البدائل وكيف مدينه من بكري تحدثت على يونيفرسال بيزك انكم، المدخول ريفينيو يونيفرسال. اكزاكتوم. اي بون سامح. حاولت نترجم يعني. ساعدنا لنا اذا كان انت حتى نرجع. صحيح ان اكثريه الوقت نسمعوه بالانجليزيه ولا بالفرنسيه، ما نسمعوهاش باللغة العربية، ممكن هي مسكت مسألة إمكانيات. دونك المدخول الشامل الأساسي Universal Basic Income، إذا كان انصحت الترجمة ونعتذر لكن ما كانتش ترجمة دقيقة، هذه من البدائل اللي مطروحة، ومطروحة حتى في لفترة زمنية محدودة في أكثر بلد برأسمالي وليبرالي اللي هو أمريكا، اللي ممكن بيرني ساندرز كان يتحدث عليها منذ بضعة أشهر، كانوا يسخيلوه شوية عند بعض المشاكل، ولكن اليوم السلطات الفيدرالية قامت بصرف بضعة مئات الدولارات للشركات فاندمنتال فقط بالطبع. ولكن خلينا نحط أمريكا على جنب، نرجع للعالم العربي ونزيد نشوفوا المستقبل، وهذا باش يكون سؤالي الأخير. إذا كان أنتوما لينا وثامر تشوفوا في حاجة ماذا بيكم هكا، إذا كان هناك شيء تريدونه أن يرسخ أو أن يتغير إثر هذه الأزمة، فما هو هذا الشيء؟ يعني السؤال هذا يجيني بالأخص كي سمعت كلمة Universal Basic Income. فلينا يعني هو سؤال صعب شوية، ما أقدرش أحدد يعني إيه اللي ممكن الواحد يتمناه يعني من فكرة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع أو العقد الاجتماعي بشكل عام. هو ده سؤال معقد أو أكثر تعقيدا يعني، وأعتقد إن هو الأهم في اللحظة دي، إن إحنا نشوف هيحصل فيه إيه ونحاول نأثر فيه بشكل من الأشكال عن طريق الإنتاج المعرفي بتاعنا. ولكن على المستوى الاجتماعي يعني أعتقد إنه الحاجة اللي أتمنى إنها تنتج عن هذه الأزمة هو يعني إعادة النظر في أساليب حياتنا والتفكير أكثر عمقا في شبكات التكافل الاجتماعي اللي حوالينا، مش بمنطق يعني إن إحنا اللي كمجتمع هنعرف نحل الأزمات لوحدنا بمعزل عن الاحتياج الماس لسياسات دولة مختلفة، سياسات اجتماعية واقتصادية، سياسات اقتصادية بالأساس يعني مختلفة. ولكن أكيد في حاجة في أسلوب حياتنا كمجتمعات ممكن يكون يعني ممكن يتأثر يعني بشكل إيجابي يعني، خصوصا يعني في الحتة اللي ليها علاقة فيما يخص يعني التكافل الاجتماعي في الفترة القادمة. ربما يعني محتاجين نفكر في المسائل دي بشكل مختلف يعني. أعتقد إن دي الأمنية الأساسية في اللحظة دي يعني. شكرا لينا. تامر، وي إذا كانت ما حاجة تحبها تبقى وإلا تتبدل، كيفاش خلينا نقول إذا كان ثم ما بعد الكورونا هذا؟ والله العمل عن بعد في البرلمان ما هوش حاجة خايبة، فهمت يعني، يسهل برشا أمور ويسمح لنا معناه باش نتفاداو برشا نقاشات عقيمة ووقت، خاصة وقت مهم جدا في التقدم على مسودات أو مشاريع قوانين وكل شيء. في نفس الوقت نتمنى أن الأزمة هذه تكون فرصة على المستوى الميزانيات اللي تحطها الدول، على خاطر كراء والتباين بين الميزانيات المخصصة مثلاً للقطاع الصحي والميزانيات المرصودة لوزارات الدفاع وللغممان وكل شيء، يعني الفرق كبير برشا. وهو اليوم رينا كيفاش الارممان هذي الكل وجنودهم وجيوشهم وسلاحهم وكل ما عندهم ما يعملوا به
في مواجهة وباء كما هكا، وبالتالي مهم برشا رصد حاجات كما هكا. حلف شمال الأطلسي ايش عملوا بيه ضد كورونا مثلا، اللي هو من أهم المنظمات العسكرية في العالم والتحالفات العسكرية في العالم، عملوا بيه حتى شيء. شوف الميزانية متاعه قديش، هل أنه نجم يمنع الاقتصاد متاع الدول هذه الكل؟ طبعا لا. وبالتالي أكثر إجراءات اجتماعية، أكثر وعي بأن الخدمات الاجتماعية هي في حد ذاتها تحقق شكل من الأمن ومن الاستقرار اللي يسمح بالتنمية وبالازدهار الاقتصادي أيضا. لكن القيمة الإنسانية قبل كل شيء، البلدان توا قاعدة تفهم اللي لو كان ما يبداش فما اعتمادات مرصودة للصحة، لو كان فماش أكسي أو سيرفيس دو سونتي، أكسي أو سوان، حتى لو كان كروشهم كبيرة برشا برشا، ينجموا يموتوا لهم اليد العاملة اللي باش يستغلوها من بعد، معناها حتى باش يلقاو شكون يستغلوا، باش يلقاو صعوبات في أنهم يعني من الاخر انت قاعد تقول للراس مال، يا راس مال سيس شويه على الخدام، خليه ما تلقى شكون يخدم لك النهار الاخر. لا مانيش قاعد نقول له هكاك، خاطر الحقيقة أنا ما نتصوروش بالغباء هذا رأس المال، معناها باش نخاطبوا بالسذاجة هذه، لكن ما عينيش برشا باش نحكي معاه، معناها رأس المال كتير من الراجل اللي فما أرضية مشتركة ممكنة للنقاش، معناها حاليا حتى تزيد تدهور أوضاعه شوية رأس المال، ينجم وقتها يكون عنده كاباسيتي ديكوت أحسن، لكن نوصف في الوضع اللي نحن نناقشه في الوضعية هذه، المجمل المواطنين اللي يحسوا رواحهم معنيين بمقاربة مواطنية ترجع لو كومان، مشترك معناها او سونتر دو نوتر انتيغي، او سونتر دو نوتر ريفليكسيون، اي لو كومان سي سكو نو افون دو بلوز هومان، نوتر هومانيتي، معناها هذا مش هو. على خاطر باش نترجم الكلام اللي انت قلته بالفرنسية، خاطر عندنا متابعين من انا نسيت الفرنسية. روحي، ماني مستانس نحكي معاك. اي يعني بالنسبة ليك دي فرصة باش نفكروا في أهم شيء هو إنسانيتنا، والشيء اللي يجمعنا الكل، الفضاء المشترك ما بيناتنا كأفراد ومجتمعات وبلدان، هو الإنسانية. على الكلمات الفلسفية هذه نحب مش نشكرك. برشا راه سي دو لا فيلوزوفي دو كونتوار، يعني حاسين ايه كمل ايه نكملوا فيها الحوار، ما يوقفش، راهو ينجموا يكملوا المتابعين يتفاعلوا معنا. انا متاكد انه دينا، نرجس، تامر وكل متابعين التفاعل نجم يتواصل على في التعليق. حاولنا نطرحوا قدر ما يمكن من الاسئله، ما نحبوش جدا نطول عليكم. ان شاء الله رمضانكم يكون مبروك لينا مره اخرى. نحب نعاود نشكرك على وقتك، ونشكركم الزوز على الخدمه اللي تقوموا بها، وننصح اللي تابعوا بحق يمشيو يقراوا ويطلعوا التجارب الانسانيه، انه حاجه تكون يعني فيها روح، انك تسمع الاشخاص، تسمعهم، تحسهم وتشوفهم يتنفسوا، وتحس تسمعهم يخموا. الحوار هذا بحق قريت العديد من المقالات اللي موجوده على مواقعكم، وكان هذا بفائده كبيره. فنشكركم انا شخصيا، شكرا لغوزي لوكسمبورغ شمال افريقيا لنظمه اللقاء هذايا. للاسف نهى شاهين المره هذه ما نجمتش تكون معنا، ان شاء الله مره اخرى. انا محمد حديد، رئيس تحرير برنامج امان. نحب نشكركم ونقول لكم شاهد طيب ورمضانكم مبروك، شرف المناسبه.